معتز يلا اخي كسر السفره جاهز. معتز راح من بكير يا مو. ولوين راح؟ راح على السوق، قال بده يجيب اغراض للدكانه. يا ومين بده ياكل كل هالاكل؟ مين يعني؟ انا وانت. الله يسوق اخواتي جميله وبوران لا ياكلوا معنا الا ما حدا يجي منهم. هي اكيد اختك يا جميله يا بوران. لكان رح روح افتح الباب. الله يرضى عليك يا دلال، شو حنونة. الحمد لله تقبريني. صباح الخير يا مو. صباح النور. الله يرضى عليك. كسر السفرة جاهز؟ اي جاهز. لك وين رحتي؟ عم استناكي، ما بدك تاكلي؟ يلا جاي بس لأشلح ملايتي. حطي الشاي دلال. وعم تتأمري على اختك دلال ولا جميلة؟ لا يا مو، هذا مو امر، هي من محبتي إلها. يا عليكي يا جميلة على هالقوية، ما كنتي تبطليها.